بسم الله الرحمن الرحيم. أخي خريج قطاع كليات ومعاهد الهيئة الملكية بينبع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا اليوم المبارك سرني أن أتقدم بخالص التهنئة والتبريكات لأبنائي طلاب كليات ومعاهد الهيئة الملكية في هذا اليوم السعيد على قلوبنا جميعا، هذا الإنجاز أن كل بصمة صحيح طبعا بهذا التفوق، وهذه مناسبة متميزة ما تحكي إلا قصة كفاح وتميز. ولله الحمد وبفضل الدعم الذي نلقاه من قادة الهيئة الملكية في الجبيل وينبع، ممثلة سعادة الرئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع وسعادة الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع وجيزان، أصبح خريجينا أحد أهم روافد الصناعة في بلدنا المملكة العربية السعودية. كما يسرني أن أتقدم بخالص التهنئة والتبريكات لأبنائنا الطلاب على هذا الإنجاز، وأتمنى لهم النجاح في خدمة الوطن. ألف 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 مبروك لكم ولأهليكم وذويكم، وتمنياتي لهم حياة عملية زاهرة. سائل المولى سبحانه وتعالى أن يوفقك لما يحب ويرضى، وأن يجعلك خير عون لهذا الوطن على تحقيق رؤيته المباركة. انتظرونا في يوم المهنة الإلكتروني 15 بحلته الجديدة. أتمنى التوفيق للجميع. السلام عليكم ورحمة الله.